السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الطيبات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوايا ومأواكن إن شاء الله، أحييكن بتحية الإسلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من محل براود مسلمز مع أختكم زهرة ناطني. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال وصحة جيدة وراحة البال إن شاء الله وراحة النفس إن شاء الله بإذن الله. فكنرحب بكم مجددا ومرحبا بكم عند زهرة براود مسلمز، واليوم عند حفصة براود مسلمز أيضا. ان شاء الله باذن الله ديال الارساليات ديال المحمديه باذن الله وبعض المندوبات، فقررت انني ندير هذا الفيديو خاص بمندوبه المحمديه، وكل مره نحط لكم ان شاء الله فيديو خاص بمندوبه احدى المدن المغربيه المكلفات بالتوصيل ان شاء الله حتى لعندكم المدن ديالكم. بالنسبه لعمل المندوبه، فكتجمع طلبيات ديال الاخوات وكتكونفيرميهم ليا في الجروب اللي كيكون بيني وبينها، وكنرسل ليها الطلبيه ديالكم وكتوزعهم عليكم كاملين بدل 50 درهم ديال الامانه. كتخلصي فقط 15 درهم ديال المندوبه، توصيل ب 15 درهم فقط، يعني مرحبا والف مرحبا. هذه فرصه جد مناسبه لبنات المحمديه، ما شاء الله اللهم بارك. كاينين اخوات زبونات وفيات للاخت حفصه حفوظتي، حفصة من مدينة المحمدية، كتستقبل جميع طلبيات ديال الأخوات اللي كاينين من مدينة المحمدية والنواحي، وأيضا بعض المرات إذا كانت غتكون في كازا كتستقبل حتى الطلبيات ديال بنوتة كازا. فهنايا كاينة الطلبية ديالها، عندها هنايا عباءة هوية اللهم بارك جيلي، عندها عباءة سعودية معطرحة، نقابات نقاب تايلاندي، عندها أيضا ما شاء الله اللهم بارك العباءة ديال أفلام. فإذا كنتي من مدينة المحمدية وعندك أي طلبية بغيتيها من المحل ديال براود مسلمز، يكفي أنك تواصلي مع الأخت حفصة على الرقم 06 90 30 10 66، 06 90 30 10 66. هذا هو الرقم ديال مندوبة المحمدية، وغادي نخلي لكم ان شاء الله مكتوب هنا. بالنسبة للاخوات اعيد واذكر، اي طلبية احتاجتيها اذا كنتي مزروبة عليها، يعني اذا كنتي مزروبة على شي لواحد الدرجة ماشي مشكلة، راني نرسلها لك في امانة، ما عنديش اشكال، راها 24 ساعة 48 ساعة توصلك الطلبية ديالك ان شاء الله حتى لعندك. ولكن في حالة كنتي يعني عندك الوقت ما مزروبش على الطلبية ديالك، فمن الأفضل أنك تأكدي الطلبية ديالك عند مندوبة المحمدية حفصة. فمرحبا بكم، كيف ما تعاملتوا معايا كيف ما غتعاملوا مع حفصة إن شاء الله، راح حفصتي أهل للثقة، ومرحبا بكم عندنا. وعقبة إن شاء الله بإذن الله المحل براود مسلمز في مدينة المحمدية عند حفوصة إن شاء الله. الله يسهل أمرها يا ربي ويوفقها للخير يا ربي ويعينها عليه. راه دات لكم حتى مسك الطهارة، وما شاء الله تبارك الرحمن راه عندها طلبية اللهم بارك، فغنجمعها لها إن شاء الله وغنرسلها لها، وغادا توصلوا كاملين بإذن الله. اللي عندها شي طلبية وكاينة في المحمدية غتوصل بها إن شاء الله من طرف حفصتي. فمرحبا بكم ألف 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 مليون تريليون مرحبا حبيباتي. ف
فهذا مكان اخواتي، مرحبا بكم مجددا. اعيد التذكير انه المحل ديال براود مسلمز لبيع جميع انواع العباءات والخمارات والنقابات، كل ما يخص المراه المسلمه حتى من زينتها في بيتها متوفر عندنا ان شاء الله. فبالنسبه لجميع المنتوجات بالنسبه للاخوات المحمديه تجدونها ان شاء الله باذن الله عند الاخت حفصه من مدينه المحمديه، واي حاجه بغيتيها من محلنا المتواضع تواصلي مع اختي حفصه ان شاء الله، وهي توصل لك الكوموند ديالك باذن الله حتى لعندك المحمديه. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديال الفيديو، كنا في الله، وشكرا لكم مسبقا على هاد التعاليق الزوين اللي غادي تحطوا لي، حيت انا متاكده انكم دائما كتبغيو تفرحوني بتعليقات زوينين وايجابيين. شكرا لكم بزاف، الله يجازيكم بخير والله يجعل لكم في ميزان حسناتكم. وكنتمنى من اي اخت كتخلي لي دعوه زوينه وخارجه من القلب ديالها، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعل ليها بالمثل ان شاء الله. اللي كتدعي ليا بالخير انا بغيت ربي يسهل امرها يا ربي ويوفقها، واللي ما كتبغيش للناس الخير واللي ما كتبغيش لاخواتها في الله الخير وما كتبغيهمش يزيدوا لقدام وما كتبغيهمش يخدموا على راسهم، اسال الله لك الهدايه واسال الله لك كل الخير. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم حبيباتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.